عملية دفع الأضحية مهمة وبالخصوص دور جائحة كوفيد-19، وباش نحميو راسنا والناس اللي عزاز علينا من فيروس كورونا نستعلو بجزار حريفي اللي هويته معروفة، نطلبو نشوفو بطاقة الوطنية ونتأكدو باللي عنده الرخصة المسلمة من طرف السلطات المحلية اللي كتبت أنها داير فحص كورونا. الكمامة يكون دايرة بوعدها ويديو أدوات الذبح مطهرة ومعقمة. الحولي ما ينفخوش بفمو وما يتعطلش في الذبيحة، وطبيعة الحال ما يلوتش السقيطة.